رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين، معلم الناس خيرا، المعلم الأول والمدرس الأول والمربي الأول، رسولنا الكريم الذي خط لنا الطريق وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإني أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، أساليب تدريسي تتبدل وتتغير على مر العصور والأزمان بحسب الوسائل والأدوات المتوفرة في كل العصور، ولكن الروح لا بد أن تبقى محافظة على أصالتها، بل يجب ذلك. ولتسليط الضوء على هذا نستضيف الدكتور محمد فايز عوض. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء أشكر وأتقدم بجزيل الشكر لإخواننا وأحبابنا في البيت الحمصي على ترتيبهم لهذه المحاضرات والاستفادة من أيام شهر رمضان المبارك. فرمضان كله خير، ورمضان كله بركة، ورمضان كله فوائد، فيجدر بنا أن نستغله أتم الاستغلال. إخواني الكرام، الموضوع الذي أشار علي به الأستاذ عبد الله حفظه الله وعامر موضوع مهم جدا، ذلك أن التربية هي أساس بناء الأجيال، وهذا وأساس صلاح البشرية وفلاحها، وهي القوة الهائلة التي تستطيع القضاء على أمراض النفس وعيوبها، وبالتالي القضاء على أمراض المجتمع وعيوبه. كما أن التربية تستطيع أن تزكي النفوس وتنقيها وترشدها إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وتعلقها به سبحانه وتعالى كمال التعلق. هي قوة تستطيع تنمية الأفراد وصقل المواهب وشحذ العقول والأفكار، كما أنها تستطيع دفع المجتمع إلى العمل والاجتهاد، ودفع أفراده إلى التماسك والتحاب والتراحم والتكافل. فإذا البشر كلهم مؤمنون، علماء، مبدعون، فنانون، صناع حضارة، ماهرون، مثابرون، وإذا كان المجتمع كله مؤمن بالله، متعاون، متراحم، متعلم، متقبل للأفكار الصالحة، بل ومنتج لهذه الأفكار. إذن التربية هي الوسيلة الأساسية لحل المشكلات والنهوض بالأفراد والرقي بالأمم. ومن هنا يتبين لنا الارتباط الشديد بين التربية والعقيدة والعبادة والتشريع، فلا شك أن هذا الارتباط بحاجة إلى توضيح وتفصيل. والحمد لله، قام علماؤنا السابقون بتقعيد النظريات التربوية وتوضيحها في كتب عديدة. فالإمام الغزالي عليه رحمة الله ألف كتابه إحياء علوم الدين، والذي كان أساساً في معنى التربية والمعاني الأخرى التي يجب على المربي أن يتحلى بها، والتي يجب على الطالب أن يتحلى بها. والحقيقة إخواني الكرام، التربية وإن انتقلت في الآونة الأخيرة إلى دور خاصة بها تسمى المدارس، لكن التربية الحقيقية كما نرى أنها لا تكون إلا في المساجد، ذلك أن المسجد هو الأساس في تربية الأبناء التربية الإسلامية. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المسجد يستوعب كل الناس، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، فقيرهم وغنيهم، فيستوعب الناس كلهم بلا استثناء. أما المدارس فلها نظم معينة محددة، وهذا قد يكون من أسس عملها، نحن لا نعيب عليهم هذه الأسس، لكن المدارس لها نظم معينة محددة لا تستطيع أن تضع أو أن تستوعب من عمره 50 سنة مع من عمره مثلا 10 سنوات، هذا لا يمكن في المدارس العادية. أما المسجد فيستوعب كل أفراد المجتمع بالاستثناء. عودا على بدء، ما معنى التربية أيها الإخوة؟ التربية في اللغة
مأخوذة إما من ربى يربو بمعنى زاد ونمى. وفي هذا يقول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو ليزيد، ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا يزيد عند الله. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن الربا هي الزيادة. الأصل الثاني في الربا ربا يربي خفي خفي خفى يخفي، ومعناه نشأ وترعرع، وعليه قول الأعرابي: فمن يك سائلا عني فإني بمكة منزلي وبها ربيت خفيت. الأصل الثالث رب يرب مد يمد، بمعنى أسطعه وتولى أمره وساسه وقام عليه ورعاه. الإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعرض لمعنى التربية ومعنى الرب عند ذكره لمعنى الرب، فقال: التربية هي تبلغ الشيء إلى كماله. لاحظوا معي إخواني ماذا قال: شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. إذن تبلغ الشيء أن يبلغ الشيء كماله شيئا فشيئا، ثم وصف به تعالى للمبالغة. وقال الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات: الرب في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا. هناك قال شيئا فشيئا، هنا قال حالا فحالا إلى حد التمام. إذن التربية هي عملية هادفة لها أغراضها ولها أهدافها ولها غاياتها. هناك مربي وهناك مربى، هناك طالب يأخذ التربية عن غيره ممن سبقه من المربين. ثانيا، إن المربي الحق إنما هو الله سبحانه وتعالى، الخالق خالق الفطرة واهب المواهب، هو الذي سن سننا لنموها وتدرجها وتفاعلها. وأيضا كانت الأحكام التشريعية متناسبة متناسقة مع نمو الإنسان وبلوغه شيئا فشيئا. النتيجة الثالثة، التربية تقتضي خططا متدرجة تسير فيها الأعمال التربوية والتعليمية، وهذا طبعا بحث طويل، الخطط التربوية. وصار لهذا المجال كليات متخصصة تدرس هذه الأمور في الدراسات الجامعية والدراسات العليا. النتيجة الرابعة، أن عمل المربي تال وتابع لخلق الله وإيجاده، كما أنه تابع لشرع الله ودينه وأحكامه. فلا تكون التربية صحيحة إلا إذا كانت وفق ما أمر الله عز وجل به وما نبه إليه وما شرعه. التربية عملية متشعبة أيها الإخوة، ذات نظم وأساليب متنوعة. نحن كان من المفروض أن نقارن بين بعض الوسائل العصرية الحديثة وبين التربية أو علاقة الشيخ المربي بتلميذه الطالب، لكن ما أحببت أن أتكلم في صلب هذا البحث، في صلب هذا الموضوع، إنما سأعرج عليه إن شاء الله. لماذا؟ لأنه كما يقولون وبضدها تتميز الأشياء. فإذا ذكرنا المربي الحق الصادق، عرفنا مدى هشاشة بعض النظم التربوية التي يدعيها بعض من يسمون أنفسهم بالتربويين أو بالمدربين أو ما إلى ذلك من أسماء. أيها الإخوة الكرام، المربي الناجح له صفات، كلما ازداد منها زاد نجاحه في تربية من هم تحت يده بعد توفيق الله سبحانه وتعالى طبعا، أولا وقبل كل شيء. وقد يكون المربي أبا أو أما أو أستاذا أو مدرسة، فلا يعني هذا أن التربية تقع على عاتق واحد، بل كل من حول الإنسان منذ نشأته يجب عليه أن يقوم على تربيته، حتى ولو بلغ من العمر مبلغا كبيرا. فالإنسان لا يستغني عن التربية بحال من الأحوال. وأهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المربي العلم والأمانة والقوة والعدل والحرص والصلاح والصدق والحكمة. كل هذه الأشياء هي صفات يجب على المربي أن يتحلى بها.
فأولا العلم، فلا تربية من جاهل، الجاهل على ماذا يربي؟ فلا بد أن يكون عنده من العلم الشرعي خاصة ما يستطيع أن يصل بمن تحت يده، بمن يقوم على تربيتهم، إلى العلم بالأحكام الشرعية، بالعقيدة الصحيحة، بما يجب عليهم فعله في كل طور من أطوار حياتهم. يحتاج المربي أيها الإخوة أيضا أن يعرف من ناحية العلم، أن يعرف ما في عصره من المذاهب الهدامة والأفكار الشاذة المنحرفة، فيعرف ما ينتشر بين الشباب والمراهقين من المخالفات التي تفيد إلينا، ليكون أقدر على مواجهتها، ويعرف كيف نرد على الشبه التي تثار في كل حين، والتي أصبحت الآن سهلة الانتشار بسبب هذه وسائل الاتصال الحديثة. المربي طبعا يجب أن يكون قدوة للمتعلم، يقتدي به في كل حركاته وتصرفاته، وبالتالي يجب عليه أن يتصف بعدة صفات ليكون فعلا قدوة لهذا الطالب الذي يربيه. أول هذه الصفات الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدائما يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة من حركاته، وفي كل تصرف من تصرفاته. أولا لا يطلب ممن يربيهم أجرا ولا جزاء ولا شكورا، كمن ينفق ماله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ذلك أنه يحس بأن التربية هي أمر واجب عليه، والإنسان لا يأخذ على فعل واجب لا يأخذ عليه أجرا. وما درج بذلك فقهاؤنا السابقون رضي الله تعالى عنهم، لما رأوا أن فعلا المدرسين والقائمين على المساجد والتعليم بحاجة إلى مال، ما جعلوا لهم أجورا يأخذونها بإكرام من أحد، لا، جعلوا أوقافا. فنظام الوقف، والذي ينبه عليه كثيرا أستاذنا الدكتور عبد الكريم بكار، نظام الوقف في الإسلام يجعل المدرس غنيا نفسي، لا ليس هناك أحد يمن عليه بأجره، وهذا الأجر الذي قد يعطاه من هذا الوقف إنما هو مقابل للوقت الذي يبذله في سبيل تربية هؤلاء، ما ليس 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 هو أجرة. بالعكس يا أخواني، كنت أسمع من الوالد عليه رحمة الله، لو أننا أعطينا المعلم كل ما نملك، والله يا أخواني كان يقول كثير هذا الكلام، كان يقول لو أننا أعطينا المعلم الصادق كل ما نملك لكنا مقصرين في حقه. لماذا؟ لو أن هذا المعلم، هذا الأستاذ، هذا المربي أنقذ ابنك أو أنقذ من يربيه من شبهة إلحادية، أنقذه من فكرة ضالة، أنقذه من شباب سيئين يحاولون أخذه ذات الشمال، كم يكون له الفضل في هذا؟ لو دفع الإنسان ماله كله، والله لا يقوم لا يقدم جزاء له في الحقيقة. ولكن أعباء الحياة أحيانا تضطر الإنسان إلى أن يكون معه شيء مما يقوم به. فلذلك علماؤنا السابقين كانوا بماذا يفعلون؟ بنظام الوقف، والذي تظهر فيه عزة نفس المعلم، ولا يحتاج لأحد، لا من الطلبة ولا من آبائهم. الصفة الثانية التي يجب على المربي أن يتحلى بها الأمانة. الأمانة والتي تشمل كل الأوامر والنواهي، إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. فأن يكون عاملا بعلمه، فلا يكذب قوله فعله، فلا يكذب قوله فعله، لأن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار، وأرباب الأبصار أكثر، فإذا خالف العمل العلم منع رشده. وأيضا أن يكون حريصا على أداء العبادات ملتزما بها في شكله الظاهر وفي الباطن، يسلك في حياته سلوكا حسنا وخلقا فاضلا. ثالثا الصدق في التعليم، وهو التزام الحقيقة قولا وعملا،
فهو بعيد عن الرياء في العبادات، بعيد عن الفسق في المعاملات، بعيد عن إخلاف الوعد وشهادة الزور وخيانة الأمانات. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، من حذر؟ حذر المرأة. لماذا؟ لأن المرأة تقوم على تربية ولدها، على تربية ولدها. فسمع امرأة تنادي ولدها لتعطيه، فسألها ماذا أردت أن تعطيه؟ فقالت أردت أن أعطيه ثمرا. فقال لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة، لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. إذن هذه الأم، أم الولد، لما تقول لابنها تعال وخذ، خذ مني، إذا لم يكن بيدها شيء فعلا تعطيه إياه تكتب عليها كذبة. فيجب على المربي أن يكون صادقا في 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 فيما يوجه به وفيما يتكلم به، لأن الصدق هو مما يقتدي به الصغار، يقتدون بالكبار في الصدق وفي الكذب. فإذا رأوا أغلب أو كل حياته صدق كان الصدق شيمة لهم، والعكس أيضا بالعكس. أيضا من الأمور التي يجب أن يتحلى بها المربي الحزم، وهو وضع الأمور في مواضعها، فلا يتساهل في حال تستوجب الشدة، ولا يتشدد في حال تستوجب الرفقة واللين. ما هو الحزم؟ ما ضابط الحزم أيها الإخوة؟ هل ضابط الحزم أن يكون دائما مقطب الجبين، عالي الصوت، غضوبا لأدنى شيء؟ لا أيها الإخوة، الحزم أن يلزم ولده بما يحفظ دينه وعقله وبدنه وماله، أن يحول بينه وبين ما يضره في دينه ودنياه، حتى لا يصبح ضعيف الإرادة منقادا للهوى. وهذا ما نفتقر إليه في كثير من مع كثير من المربين في هذه الأيام. فتراه يتساهل في المحرمات، يتساهل بالمخالفات، يتساهل بعدم الانضباط بشرع الله سبحانه وتعالى. أيضا كما يجب على المربي أن يكون متواضعا لطلابه، لا ينظر إليهم دائما نظرة الاستعلاء، لا ينظر إليهم دائما نظرة الفوقية، بل يعتبر نفسه إنسان الله عز وجل خلقه وسخره لخدمة هؤلاء. وقد يكون الواحد منهم أفضل عند الله منهم. وفي هذا المقام يا إخواني أذكر أن أحد مشايخنا الذين قرأت عليه فترة طويلة بحمد الله في المدينة المنورة، ولعل البعض من الحضور يعرفه، اسمه أستاذنا الشيخ أحمد القلاش عليه رحمة الله، توفي في المدينة، هو من حلب وأقام في المدينة نحو من 35 سنة. الشيخ أحمد القلاش لازمته حوالي 10 سنوات، 15 سنة، وأنا أقرأ عنده يعني أسبوعيا موعدين أو 3 مواعيد، وكما قلت لعل البعض يعرف من يحضر معنا الآن. كان في بداية كل درس يا أخواني، والله هذا ما أنساه له أبدا، في بداية كل درس يقول لنا ما الإنسان؟ أول مرة سألنا هذا السؤال استغربنا، لماذا يسألون هذا السؤال؟ ما الإنسان؟ ما تعريف الإنسان؟ معروف نحن عندك ما درسنا في كتب المنطق وفي علم المنطق وفي بعض العلوم الأخرى، الإنسان تعريفه حيوان ناطق، حيوان أي أنه فيه حياة، جسد فيه حياة، ناطق أي عاقل، هذا تعريف الإنسان. يقول لا يا أخي، لا يا ابني، الإنسان احفظوا مني تعريفه، عجز واضح وجهل فاضح ودعوى عريضة. عجز واضح، إن الإنسان بالأصل عاجز، إذا ما قواه الله سبحانه وتعالى هو في نفسه عاجز عن أن يقوم بحوائج نفسه فضلا عن أن يربي غيره. عجز واضح وجهل فاضح، ولد الإنسان ولا يعلم، إلى هذه جاء إلى هذه الحياة الدنيا ولا يعلم شيئا، وما يجهله الإنسان من أمور الحياة بأكملها أكثر بكثير مما يعلمه، أكثر بكثير مما يعلمه. ودعوى عريضة، دائما يقول أنا وحصلت على الشهادة ودرست وقمت وألفت وكتبت، ودعوى عريضة.
فكان في كل درس يقول لنا هذا الأمر، لماذا؟ ليغرس في قلوبنا وفي نفوسنا أن لا تتكبر بهذا العلم الذي تتعلم به، فأنت الأصل فيك الجهل. وكنت أسمع من الوالد عليه رحمة الله أيضا يقول، نقرأ عن سيدنا الشيخ الكريم عليه رحمة الله: يا أبنائي، نحن الأصل فينا العجز الذاتي، الأصل فينا الجهل الذاتي، الأصل فينا الفقر الذاتي. إن لم يعلمك الله فلن تتعلم، إن لم يغنك الله سبحانه وتعالى فلن تستغني في حياتك، إن لم يقوك الله فلن تتقوى في حياتك. فهذه الروح الذي يبثها العلماء المربون لطلابهم تنشئ طالبا معتمدا على الله سبحانه وتعالى، قوي الثقة بالله سبحانه وتعالى، يقرأ ويدرس ويدعو الله عز وجل أن يثبت ما قرأه وما درسه في ذهنه لينتفع به عند حاجته إليه. واضح؟ فهذه الأمور يجب على المربي أن يكون متنبها لها تماما، لا أن يستكبر بعلمه، لا أن يستكبر بعلمه ويغتر به. أيضا من الأمور التي يجب على المربي أن يتحلى بها أن يشفق على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. ودليل هذا القراءة الشاذة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هناك قراءة شاذة، وهو أب لهم. فدائما يشفق على المتعلمين، يعاملهم كأنما يعامل أبناءه، وهذا دأب سيد المربين صلى الله عليه وسلم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مرة فوجد أحد الصحابة جالسا في المسجد، رجل من الأنصار يقال له أبو أمامة. انظروا يا أخواني، الحديث كلنا نحفظه، لكن انظروا إلى دقة ملاحظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ يعني الناس الآن قد يكونون بأعمالهم، قد يكونون بأشغالهم، وليس هناك صلاة، فلماذا أنت تجلس هنا في غير وقت الصلاة؟ هذه الملاحظة يا إخواني يجب على كل المربين أن يلاحظوها، أن تلاحظ من تقوم على تربيته، هل هناك تغير في أخلاقه؟ هل هناك تغير في سلوكه؟ هل هناك هموم يعاني منها؟ فقال سيدنا أبو أمامة، قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك. سيدنا أبو أمامة، ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. الحديث في سنن أبي داود. إذن أيها الإخوة، واجب المربي أن يتنبه لمن يربيهم، أن يتنبه لمن يربيهم، وأن يكون متنبها لأحوالهم، ليعالجها أولا بأول، ليعالجها. ذلك أن بعض الأمراض يمكن علاجها في بداية الأمر بسهولة، أما إذا استفحل المرض فهناك صعوبة في المعالجة، وهناك صعوبة في معالجة مثل هذه الأمور. قلت في بداية كلامي أيها الإخوة إن المسجد هو المكان المناسب للتربية، لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة المنورة وهاجر إليها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، أول عمل قام به النبي هو بناء المسجد. بناء المسجد، قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد لتقام فيه الصلاة
ولتقام فيه صلاة الجمعة وللعبادة ونحو ذلك. هذا في الحقيقة غرض وغرض أساسي من أغراض المسجد، لكن بعد ذلك نرى أن المسجد ليس لهذا فقط. فمن أهم ما يميز المسجد أنه للتعليم، فكان التعليم من أشد الوظائف بروزا في الدور الذي كان يؤديه المسجد. المسجد كان يشتمل أو يضم عدة وزارات في عصرنا الحالي. كان فيه وزارة التعليم كما ذكرت، كان فيه وزارة مثلا الخارجية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فيه الوفود صلى الله عليه وسلم، كان فيه وزارة الداخلية كان يوقع فيه المعاهدات صلى الله عليه وسلم. وكان المسجد أيضا فيه مركز إفتاء دائم، الصحابة أرادوا شيئا يأتون إلى المسجد ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يقع أحد منهم في مخالفة شرعية. فالمسجد كان هو لولب المدينة. وللأسف حينما المسلمون قصروا دور المسجد على ما نراه في كثير من البلدان، قصروه على فقط أداء الصلوات ثم يقفل المسجد ويذهب الناس، ما عاد المسجد يؤدي مهمته. لا، المسجد يجب أن يكون فاعلا 24 ساعة من 24 ساعة، فاعلا ليلا نهارا. وكلنا يذكر في بلادنا والحمد لله كان هناك عدد من المساجد بهذه الهمة وبهذا العمل، أسأل الله عز وجل أن يعيدها على أحسن مما كانت. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني شبه لنا المسجد وذكر هذا الأمر. فعن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، ثلاثة جاءوا المسجد، اثنان جاء إلى رسول الله، واحد ذهب، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث الذي ما جلس معهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله سد فرجة، كناية عن أنك في المسجد قد تسد حاجة، قد تسد مسدا لا يسده غيرك، فلا تحتقر عملا تقوم به. وسأذكر لكم الآن بعد قليل إن شاء الله حديثة عن شيخنا الشيخ عبد الكريم في هذا المجال. قال: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، قام بعمله لكن على حياء، فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. إذن كل واحد منا لا بد أن يجد له في المسجد الذي هو المؤسسة التعليمية الكبرى، لا بد أن يجد له مكانا، إما معلما، إما متعلما، إما مشرفا، إما منظما، إما مبدعا، إما مفكرا، إما كل واحد منا. طالب لو أن الأمة كلها صبت جهودها لتفعيل دور المسجد لما بقيت مساجدنا قلاعا للزوار. وللأسف هذا ما يحصل في كثير من البلدان الآن، المساجد أصبحت متاحف ليزورها الناس ويسرون بمظاهرها وبأناقتها وبنظافتها، مع أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي مساحته كله لا تتعدى ساحة بعض المساجد في هذه الأيام كان منه ذلك الخير العظيم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. لاحظوا إخواني كلمة يتدارسونه،
التدارس هو التفاعل، أي أدرس أنا وأنت، أنا أتكلم وأنت تتكلم، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ملائكة ملائكة، وذكرهم الله في من عنده. قبل أن أنسى، كنت أسمع من الوالد عليه رحمة الله قصة مسجد زيد، أخواني الذي يعرفه منكم أسأل الله أن يعود إلى أحسن مما كان. مسجد زيد يقع في حي شعبي، فكان كثير من رواده يأتون إليه، يعني إما مشيا وإما يأتون على الدراجات، على الدراجات ليدخلوا المسجد ويصلون فيه ويحضروا الدروس. فمرة كان الشيخ عنده الدرس العام، درس الثلاثاء، وهذه الدراجات أصبحت أعدادها كثيرة، وهناك بعض ضعاف النفوس يأتون أثناء الدرس فيسرقون بعض الدراجات لبعض المصلين ولبعض حاضري الدرس. فماذا فعلوا الشيخ؟ وكلوا أحد الإخوة أن يقوم هو بترتيب الدراجات حتى لا يعني تختلط بعضها ببعض، وحتى يعطي كل إنسان دراجته هو من حوادث السرقة. فالشاهد، مر الشيخ داخل إلى الدرس والساحة المسجد مليئة بالدراجات، والذي يعرف منكم المسجد في أثناء السبعينات بعد وفاة الشيخ وقبل وفاته بقليل يعرف كم كان الازدحام يحصل عند المسجد، عند جامع زيد، من أجل الدروس والجلسات التي كانت تقام به. فهذا الأخ يقوم على ترتيب الدراجات، والشيخ ما شاء الله جاء في وقت الدرس بعد المغرب أو عند العشاء ليقوم بالدرس. وقف الشيخ عليه وسلم عليه وقال له: يا ابني، أنا الآن سأدخل وأدرس، والله أعلم كم سأدرس وكم حضرت من الدرس، الله أعلم، وأنت الآن تقف هنا لترتب هذه الدراجات، لكن من المقبول منا عند الله؟ من المقبول منا عند الله؟ أرجوك لا تنساني من دعائي. فالشيخ كان يرى من نفسه أنه هو يقوم على ثغرة من الثغرات التي يجب عليه القيام بها، كما أن هذا الأخ المكلف بهذا العمل يقوم على ثغرة ثانية، ولا يغني أحدهما عن الآخر. إذن إخواني، المسجد يجب أن إن شاء الله نصب جهودنا للاستفادة منهم غاية الاستفادة، غاية الاستفادة. بعد ذلك يا إخواني، قلت لكم إنه يعني يجب على الإنسان أن يتربى عند شيخ، عند مرب. بعض الناس قد يعني يصير عندها شيء من هذه الكلمة، كلمة مربي، نعم، لكنها في الحقيقة كلمة مهمة وتعبير رائع عما يجب علينا أن نصف به هذا الإنسان الذي يقوم على التربية. أيها الإخوة، سيدنا أبو ثابت، المشاركة مو متاحة سيدي، الله يبارك. هي متاحة سيدي، جرب الآن من فضلكم. الآن فتحة، الآن اشتغلت سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا أخواني، في الحقيقة إن شاء الله ما أدري. نعم، ما تيسر، خير إن شاء الله. في الحقيقة يا أخواني،
حقوق المشايخ على طلابهم وحقوق الطلاب على مشايخهم هي تقريبا تكاد تكون واحدة. أولا، إن أهم حقوق المشايخ على طلابهم الأوفياء طبعا الدعاء والاستغفار لهم بظهر الغيب في حياتهم وبعد مماتهم، في حياتهم وبعد مماتهم. ذلك أن إخواني كما ذكرت في بداية كلامي، العلم رحم بين أهله. هذا الذي علمك يا أخي، هذا الذي علمك فعلا له فضل كبير عليك، فلا أقل من أن تدعو الله عز وجل له، ولا أقل من أن ندعو الله عز وجل لك. كل من الطالب والأستاذ يجب عليهما أن يكون الدعاء بينهما للآخر. نعم، حتى بعضهم يعني ما أقول بالغ، لكن بين أن فضل الأستاذ قد أحيانا يكون كفضل الأب بل أكثر، فقال: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن نالني من والدي المجد والشرف، فهذا مربي الروح، والروح جوهر، وذاك مربي الجسم، والجسم قد صرف. إذن يا أخواني، أولا الدعاء والاستغفار له بظهر الغيب في حياته وبعد وفاته، ولأن دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، وعند رأسه ملك كما روى مسلم: كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكر به: آمين ولك بمثل. فلا يبخل أحدهما بالدعاء للآخر. قال سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: ما صليت صلاة منذ مات حماد بن أبي سليمان شيخه يعني إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما، لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. وقال أبو يوسف القاضي تلميذ سيدنا أبي حنيفة: إني لأدعو الله لأبي حنيفة قبل أبوي، وسمعت أبا حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع والدي. قال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه عن شيخي وأستاذي الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى: الشافعي من أحباب قلبي، وقد باين ما رأينا منه إلا خيرا، وكان شديد الاتباع للسنن، وكان يدعو له وقت السحر مع والديه. قال سيدنا عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. وطبعا الآثار في ذلك كثيرة جدا. ثاني إخواني، من أهم الأمور التي يجب على طالب العلم والطالب أن يتحلى بها مع شيخه ومربيه: تجنب المراء والجدل. الجدال والمراء لا يأتيان يعني بخير. انتبهوا يا أخواني، أنا لا أقول النقاش العلمي بحدوده المعروفة الشرعية، هذا لا إشكال فيه، أو الاستفهام عن شيء مجهول لا إشكال فيه، لكن أحيانا ينقلب إلى مراء وجدل. ما الفرق بينهما؟ في النقاش الغرض الوصول إلى الحقيقة، في الجدال والمراء الغرض انتصار أحد الخصمين على الآخر. فالجدال والمراء لا يأتيان بخير، لا مع المشايخ ولا مع غيرهم، لهذا نهى الشارع الحكيم عنهم: ما ضل قوم بعد هدي إلا أوتوا الجدل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. من وصايا لقمان سيدنا لقمان لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ولا تجادلهم، خذ منهم إذا ناولوك والطف بهم في السؤال ولا تضجرهم، إن تأذيت به صغيرا نعم انتفعت به كبيرا. أيضا قال ميمون بن مهران: لا تمار من هو أعلم منك، إما ريته
خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. واضح إخوان؟ إذن تجنب المراء والجدل مع الأستاذ مع الشيخ، خاصة إذا كان الإنسان في بداية طلبه للعلم، في بداية طلبه للعلم. نعم. قال أبو حازم رضي الله تعالى عنه، نعم، لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. 40 فقيه كل واحد منهم يعني يحترم رأي الآخر. ثالثا إخواني، المربي هو الغاية الرئيسية من المربي أن يربيك كما ذكرنا قبل قليل على علم، والعلم لا حد له، لذلك لا غنى للإنسان عن شيخ له أبدا. فهل إذا نال الإنسان شهادة معينة أو مرتبة معينة أو ألف كتابا معينا أو كتبا معينة اكتفى من العلم؟ لا والله أبدا ما اكتفى. فبعض الناس إذا نال قسطا من العلم قال خلاص أنا ما في حاجة أذهب إلى أي أحد أستفيد منه أبدا. فهذا سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول، دخلت البصرة وظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه، فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي ألا أفارق حماد شيخه حتى يموت، فصحبته 18 سنة. 18 سنة. بعض الناس يا أخواني في هذا العصر يقولون يا أخي صافي عندنا جوجل، صافي عندنا مكاتب كبيرة، صافي عندنا كثير نكتفي بها ولا نذهب إلى المشايخ، ما في حاجة نأخذ العلم يعني من 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 من, من الأناس الأحياء. هذه يا أخواني الأشرطة سواء كانت يعني تسجيلات أو شيء من هذا، كلها لا تخرج طالب علم، لا تخرج طالب علم. لماذا؟ لأن هذا الذي يسمع يستمع أولا لا يستطيع أن يستفسر عن لفظة ما، وقد تمر فكرة لا يفهمها تماما أو يفهمها فهما خاطئا أو يفهمها فهما خاطئا، والأمثلة على هذا كثيرة، وكثير منكم يعلم قصصا من هذا يندى لها الجبين. فإذا الاعتماد عليها ويخرج جيلا ليس عنده علم وليس عنده فقه، لا يفقه بعد من الدين إلا ما تهواه نفسه، ولا يفقه وأيضا يصبح عند هذا الإنسان أحيانا هناك بعض كلنا نعلم يا أخواني نكون صريحين في هذا المجال، أن بعض القنوات أو بعض المسيرة ضمن فكرة محددة يرغبون منك أن تؤمن بفكرتهم لا بغيرها. إذا الإنسان فعلا فقط اعتمد على هذا الأمر هذا سيؤدي به في المستقبل إلى التعصب الحقيقي. لماذا؟ لأنه أخذ هذه الأفكار دون نقاش لها ودون وعي لها ودون فهم لها. نعم. من أيضا من أهم صفات طالب العلم الصبر على ما يصدر من المشايخ. قد أحيانا الشيخ يعني يكون شديدا لغاية في نفسه، فيجب على الطالب أن يصبر على ما يكون من شيخه، وعلى الشيخ أن يصبر على طلابه أيضا. وهذا مصداق قول الله تعالى، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، روي عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا أنه قال، تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. وأفضل ما يفسر هذا قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع الخضر، إنك لن تستطيع معي صبرا. فما استنكف سيدنا موسى؟ قال، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهكذا 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 حتى
وصل معه في الآخر إلى أن اقتنع سيدنا موسى بما فعله الخضر، وكان في هذا خير كبير له. قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما فارق شيئا إلا شانه. أيضا إخواني، من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم التوقير والاحترام لأشياخه، لكن طبعا كما ذكرنا بالحدود الشرعية. بالحدود الشرعية، فمن حق العالم على طلابه أن يوقروه ويحترموه، هو لا يطلب منهم هذا، لكن هو من حقه عليهم أن يحترموه ويوقروه دون غلو ودون إطراء ودون خروج عن حدود الشرع. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. نعم، أيضا من هذه من الأمور التي يجب على طالب العلم الالتفاف حول العالم ومشاورته والصدور عن أمره وتوجيهاته وعدم قطع أمر دونه. كنت أسمع يا أخواني أيضا من سيدي الوارد عليه رحمة الله يقول: من استشار غيره فقد أضاف عقلا إلى عقله، فكيف إذا كان هذا المستشار عالما؟ العلم فضل، فدائما الاستشارة استشارة الكبير واستشارة العالم تنضج العقل وتعطي الإنسان أفقا واسعا للتفكير. نعم، هذا وفي هذا يعني أمور كثيرة. هذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، عمر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بشهادات عظيمة ما شهدت لي، نزل الطاعون بالشام استشار المهاجرين فاختلفوا عليه في الدخول على الطاعون وعدم الدخول، استشار الأنصار فاختلفوا عليه أيضا الأنصار كاختلاف المهاجرين، فقال: علي بمسلمة الفتح. وجلهم من الشيوخ ذوي التجارب والخبرة، نعم، على الرغم من تأخر إسلامهم، هؤلاء من أسلموا يوم الفتح، فما اختلف عليه واحد منهم وقالوا جميعا بعدم الدخول على الطاعون، فأخذ عمر رضي الله عنه بمشورتهم وفعل بما أشاروا به عليه. طبعا يا أخواني، بحث طويل ما زال عندي أنا محضر، لكن على كل حال هي فرصة طيبة. سيد عندي يعني سؤال. تفضل سيدي. تفضل سيدي. نعم سيدي، جزاك الله خير على ما ثلاث من ثم الأسئلة. هل الزواج وهي ملاصقة للمساجد تعتبر ضمن إطار المسجد والتربية التي تكلمت عنها؟ معلومكم نحن قالوا علمان رضي الله تعالى عنه، وعن مشهور القاعدة هي: ما لا يدرك كله لا يدرك جله. إذا ما تيسر لنا سيدي المساجد، فلا مانع أن يكون هذا في يعني إن شاء الله أماكن معدة لهذا. ما يعني أما الأصل سيدي أن يكون المسجد، أن المسجد وسبحان الله المساجد يا أخواني بما وضع الله عز وجل فيها من الرحمة، هي من الأمكنة المناسبة جدا للرقي بالروح، الجلوس بها فقط. لذلك الاعتكاف كان عبادة. ذلك الاعتكاف في المسجد والجلوس فيه والمكث فيه بحد ذاته عبادة. لكن إذا ما تمكننا من هذا إن شاء الله ربي عز وجل يعني يثيبنا على قدر طاقتنا. ما أدري إذا أنا أخافكم فهمت السؤال خطأ، أنا عليكم سيدي. صحيح سيدي، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. معنا الأستاذ عمار مشعل، نأخذ منه مداخلة بخمس دقائق قبل أن نأخذ مداخلة أيضا من شيخنا وابن شيخنا الشيخ موفق أحمد الكعكي، فتفضل أستاذ عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا سيدي، الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم. ما شاء الله يعني الشيخ الدكتور محمد فايز ما شاء الله يعني أعطى الموضوع حقه وركز الله يجزيه خير على موضوع المسجد،
الله يجزيه خير ويرحم والده الشيخ شيخنا وحبيبنا وأستاذنا الشيخ محمد عوض، الله يجزيه الخير ويرحم الوالدة، والله كان له فضل كبير. عندما يعني يكفي أنه نحن عندما كنا نرى الشيخ محمد عوض حقيقة يعني تنشرح صدورنا. فتأكيدا على موضوع اللي حكاه الشيخ دكتور محمد فايز لموضوع المسجد، يعني أنا أدرس، عندما أعطي الدرس للطلاب في الصف غير ما أعطيه في المسجد، أجد روحانية المسجد ويعني الطلاب بصير مؤدبين أكثر وفي احترام أكثر للمسجد. والآن طبعاً المساجد صار فيها تطورات، عندنا الآن في جدة في بعض المساجد صار فيها يعني صالة هيك مختصر للألعاب، هيك تكون آخر المسجد في الزاوية أو الدور الثاني، يعني كأنه صارت مدرسة، ويعني يمارس الطلاب جميع هواياتهم، هاي بيلعبوا فيها البيبي فوت والأشياء، فهذه يعني دليل على عظيم دور المسجد في التربية، حقيقة جدا مهم، وركز عليه الشيخ الدكتور محمد فايز الله يجزيه الخير. يعني هذا ما عندي. أنا عندي شيء ثاني في التربية، يعني أنا الآن الحمد لله أمارس الكرة، يعني أمارس كرة القدم إلى الآن، عمري 53 سنة وشوية، فهذا شيء مهم جدا في التربية مع الزملاء ومع الشباب، حتى يعني نبدأ من تحت حتى 67 8 سنوات 15 سنة، جدا جدا مهم موضوع الرياضة في التربية، وأنا جربته وهي الآن الحمد لله أنا يعني معاصر وما تنقطع، فجدا مهم موضوع التربية، وخاصة يتخلل هذه اللقاءات الرياضية تكون هيك درس لك أنت كلاعب أو حتى كنت مسؤول عنه مدرب، درس هيك لا يزيد عن 5 دقائق توجيهي، جدا جدا مهم بهذا الموضوع. الله يجزيكم الخير، هذا اللي عندي، يعني حقيقة لا أستطيع أن أزيد على ما ذكره فضيلة الدكتور محمد فايز، الله يجزيه الخير ويرحم والده، يرحم جميع مشايخنا ويحفظ لنا الباقين، الله يحفظهم هيك سبحان الله، يعني قل هؤلاء، ولكن الله يعني الله رحم، يعني ندعو للذين ماتوا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعافي الباقين وأن ينفع بهم، الله يجزيكم الخير وجزاك الله خير أبا عامر على حسن الظن، الله يجزيكم الله خير، جزاك الله خيرا. قبل أن أخذ مداخلة من الشيخ موفق الكعكي الشيخ أحمد رحمه الله وأمد الله بعمركم، نحن كأننا نخاطب الآن فقط طلاب المشايخ ورواد المساجد، أما الإخوة الشاردين في الجامعات أو في الأعمال، هذا هنا الآن في تركيا الأخ الذي يخرج من الصباح الساعة 7 أو 6 خارجا يسعى على رزقه ولا يعود إلا في المساء، كيف سنصل إليه؟ هذا العامل، والطالب في المدرسة الذي هو شارد وليس في الأساس تربى التربية الإسلامية اللصيقة بالمسجد واللصيقة بطلاب العلم الشرعي، كيف نصل إليهم؟ كيف نتناولهم؟ هم يعني الأولى بأن نتناولهم، لا الطالب الذي هو لصيق في المسجد هو قد يكون شيخا ويعلمني لي أنا العلم الشرعي، ولكن وصار. نعم أستاذ أبو عامر، الاتصال صوت ما في صوت. هذا سؤال للشيخ موفق ولي. نعم نعم تفضل سيدي. نعم، ما هو السؤال؟ ما كنت معك الآن أتي. طيب يجيب على السؤال الشيخ فايز. وريثما يعني تفضلوا. نعم انا حسب ما فهمت من سؤالكم سيدي،
أن يعني نحن الآن مطالبون بدعوة جميع الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فاللي بيكون في المسجد أو عندنا في المسجد أو بيته قريب المسجد هذا الحمد لله يعني قد يكون مشى في طريق الهداية إن شاء الله. لكن ما العمل للإخوة الذين ما يعني لم يتيسر لهم من يأخذ بيدهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ طبعا سيدي أنا أرجع وأقول هذا ينبع من المسجد، هذا ينبع من المسجد. أنت عندك سيدي لما جاءك الأخ إلى المسجد وغرست فيه روح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وغرست فيه محبة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وغرست فيه الحرص على إخوانه المسلمين كلهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، يوما ما سيأتي بزملائه من الكلية إلى المسجد، أو على الأقل أن يحاول أن يأخذ بهم ويعني ينقذهم مما هم فيه من ضلال. واضح سيدي؟ وهذا كان يعني دأب شيخنا والشيخ الكريم عليه رحمة الله في تفعيل رسالة المسجد. وهذه قد تكون لها عدة صور، منها الصورة التي ذكرها أخونا عمار قبل قليل، أن المسجد يعني يجب أن يجد الشاب فيه كل ما يرغب به، كل ما حتى اللعب ما لا إشكال في ذلك. أما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وكان الحبشة فيه يلعبون؟ إذن حتى اللعب لا مانع من ذلك. وأن نجد وما زاده شيخنا الشيخ الكريم عليه رحمة الله أنه كان في هذا أظن الكلام بالستينات أو قبل هذا القليل، نعم، صار الشيخ يعني ينشئ دورات علمية لطلاب الشهادات ولطلاب الجامعة. يعني مثلا طالب ضعيف بالرياضيات، ضعيف باللغة الإنجليزية، ضعيف بالهذا، يجد في المسجد دورات مجانية تقويته في هذه المواد، وبالتالي تكون هذه إن شاء الله يعني مرغبا له للالتزام بالمسجد. وأما بالنسبة للصيف فله كان برنامج آخر، كان أيضا هناك دروس في الصيف، وهناك أيضا أيام النشاط، يعني يوم أو يومين الطلاب في الصيف يخرج بهم إلى المسبح، إلى النزهات، إلى أماكن التنزه، ليعني يروحوا عن أنفسهم ويروا أن ليس الالتزام بالإسلام معناه دائما الكبت والشدة والضيق. لا يا أخي، التزم بدينك وستبقى إن شاء الله مسرورا في حياتك، التزم بدينك وسترى إن شاء الله الخير في دينك ودنياك. وهذا كما ذكرت سيدنا إن شاء الله ينبع أيضا من تربية المسجد لهؤلاء الدعاة. أنا سيد عندكم شيء أن يكون هناك مؤسسات كالبيت الحمصي أو رابطة العلماء السوريين أو الجمعيات المنتشرة تكون رديفة للمسجد، يعني كأن يقال أن يكون هناك دعوة عامة ويكون الشيخ فيها ليس حاضرا بمرتبة الشيخ أو منصب الشيخ أو كذا، بل هو حاضر كمدعو من المدعوين، كما جرى يوم كنتم في البيت الحمصي يوم حفل أخينا قريبكم. نعم، هذه كم كانت هذه الجلسة عظيمة، وكم كان فيها من الدعوة ومن الفائدة، يعني كان يكون هناك دعوات يدعى إليها الإخوة. نقول هذه الدعوة للعمال في المصانع يوم الذين هم يوم الأحد مشغولون دائما في أعمالهم، يوم السبت كان نقول هذه للطلاب يوم عطلة، وهكذا يتم. والشيخ حاضر كما كان حاضر سيدنا الشيخ أسامة حفظه الله والشيخ ساري عفاه الله، كانوا كواحد من الحضور، لم نرى يعني لم نشعر بهم أنهم رئيس المجلس الإسلامي السوري وكذا وكذا، وكانوا يستمعون كيعني واحد من الحضور. بارك الله فيكم. أنا أريد أن أخذ من الشيخ موفق من الشيخ أحمد نموذج علاقة المريد بشيخه والأدب مع الشيخ، ومحبة الشيخ أحمد لشيخ الشيخ أبو النصر رحمهم الله. تفضل شيخ موفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله كل الخير، والأستاذ محمد فاز جزاه الله عنا كل خير، رحم الله والده الشيخ محمد عوض. استمعت بجنابه رحمه الله في المدينة المنورة عند ضريح المصطفى صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة برفقة الشيخ ممدوح.
ابن عمي رحمه. نعم نعم بارك الله فيه وذكره الله بكل خير. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا كأني فهمت من الحلقة أنه فضل المساجد والذهاب إليها وعمارتها، وهذا أمر قد ورد الحض عليه في كتاب الله عز وجل بقوله سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهذا حث من الله عز وجل على بناء المسجد وعمارته. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الحديث الشريف: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ورد في فضل بناء المساجد أو الذهاب إليها: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا بالنسبة لفضل المسجد. ونستدل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما خرج إلى الشارع أو إلى السوق بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أيها الناس، إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم في البيع والشراء. فهرعوا إلى المسجد فوجدوا حلق العلم، هؤلاء يتداولون مثلا فضل المسجد، هؤلاء أمور الدين من الفقه وأحكامه، وهذه الحلقة يتداولون دراسة القرآن وتفسير الآيات وهكذا. فنلاحظ أن الإسلام قد حض على بناء المسجد لأنه هو الركيزة الأولى بالدعوة إلى الإسلام وإلى الدين الحنيف. والمسجد طالما أنه بيت الله وفيه تدرس أو تدرس فيه العلوم وتتلقى فيه الشريعة، فهناك من يقوم على التلقين والتدريس، فلا بد من شيخ عالم بالأحكام يستلم المسجد. وحينما يتواجد هذا الرجل في المسجد لا بد من وجود طلبة علم، وطلبة العلم هم ركيزة المجتمع بعد بناء المساجد طبعا. وأردت أن أنوه عن فضل صحبة المريد بشيخه، والمثال الأكبر عندي هو والدي رحمه الله الشيخ أحمد الكعكي مع شيخه الشيخ محمد أبو النصر. بعد أن ختم كتاب الله والدي وكان عمره في 8 من العمر، استأذن والدته بالذهاب إلى المسجد، وهذا دليل على أن قلبه معلق بالمساجد. فاجتمع بشيخه الشيخ أبو النصر، محمد أبو النصر خلف، وكان من قبل لا يعرفه، فلما اجتمع به نظر إليه الشيخ أبو النصر وقال: ما اسمه؟ قال: أحمد الكعكي. قال: حج أحمد الكعكي، ما القرابة بينك؟ قال: والدي. قال: والدك كان تلميذ عند والدي الشيخ سليم خلف رحمه الله ورضي الله عنه. ومن هذه اللحظة تبناه الشيخ أبو النصر، وأول ما أعطاه من الكتب الفقه الشافعي، وهذا دليل على أو حث على تحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا. فأعطاه كتاب الغاية والتقريب للقاضي أبو شجاع ليتم حفظه، وكانت العلاقة وطيدة بينهما كعلاقة الابن بأبيه والأب بولده. ثم كان الموجه الأكبر له رضي الله عنه،
وإرساله إلى حلب والخسروية والشعبانية، وتلقى العلوم هناك واجتمع بكبار العلماء بأمثال الشيخ محمد الزرقة والشيخ راغب الطباخ وإلى ما هنالك. إن شاء الله سنذكر أسماءهم عند اللقاء. بالنسبة إلى الكلام على الحديث عن والدي وترجمته، فمن هنا نستدل أن الشيخ له التأثير الأكبر على مريده، والمريد أو التلميذ حينما يتعلق قلبه بشيخه فيعتبره الموجه الأول وبمثابة والده، ولا يريد له إلا خيرا، هناك علاقة وطيدة. والشيخ محمد كأن سمعته يذكر علاقة المريد بشيخه وتواضعه له، وهذا أمر جيد، وليس من باب، هناك ناس تفسر ذلك بالعبودية والانكسار وإلى آخر لغير الله، لا، إنما الشيخ هو الباب الموصل إلى الله عز وجل. فحينما يتعلق المريد بشيخه تعلقا دينيا ومحبة لله عز وجل يستفيد منه الكثير. يا أيها الذين آمنوا قولوا، الآية الكريمة سبحان الله راحت عن بالي، كونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، نعم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الصادقون هم أهل العلم الذين يرشدون أتباعهم. والحديث الشريف، حديث بائع المسك ونافخ الكير، كمان يعني أعزو العلماء وفسروه بأن البائع المسك هو الشيخ أو هو المرشد الكامل، إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد عنده ريحا طيبة، يعني تتلقى منه طباعه، حركاته، سكناته، وإذا تكلم تكلم بالعلوم فاستفدت من علمه، وهكذا إلى ما هنالك. فهناك علاقة وطيدة بين التلميذ وبين شيخه، وجزاكم الله عنا كل خير. جزاك الله خير شيخ موفق على ما أجبت وأفدت. أهلا وسهلا. ما في تحضير يا أبو عمار، الله يبارك فيك، ما شاء الله عنك. الأهل يستمعون عليكم، الأهل يستمعون عليكم، فلما ذكر اسمي يعني ندهوا علي وقالوا يريدون. الحمد لله، بارك الله فيك، تباركنا بك وبذكر شيخنا الشيخ أحمد الكعكي رحمه الله والشيخ أحمد أبو النصر، بارك الله فيك، ورحم الله والدك. حج وجيه كان يعني من المريدين الصادقين عند الشيخ أبو النصر، ثم بعد الشيخ أبو النصر تعلق بوالدي حتى وفاة الوالد لم ينقطع عنه مطلقا في مجالس الأفكار ومجالس العلم. نعم، سأذكره إن شاء الله عندما تترجم بوالدك شيخنا الشيخ أحمد الكعكي رحمه الله، كان يحبهم حبا شديدا مثل حب أولاده. نسأل الله. دكتور حسين محمد أحمد من الموصل الشقيق، اعتدنا أن نأخذ منه خلاصة عن تجربته في الحياة، فأرجو يعني بدقيقتين قبل أن نختم، حان وقت يعني انتهت وقت المحاضرة، لننتقل إلى شيخنا الشيخ عبد النافع الرفاعي حفظه الله. تفضلوا سيدي. جزاك الله خير أخي أبو عامر، وجزا الله الشيوخ عنا كل خير، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم وأن يرفع درجاتهم. ونحن وضعنا، أنا خاصة أتكلم عن نفسي، وضعنا العمر في دروب أخرى لم نستفد من العلم الشرعي ولا من العلم الذي يفيدنا في الآخرة. نرجو الله سبحانه وتعالى يتقبلنا، لأننا دخلنا في موضوع آخر وهو يعني دنيوي، يمكن لا أدري، نرجو الله أن يتقبلنا وأن يعني يتقبل منا ما عملناه، لأنه لا ندري هل هذا كان صح يعني في الطريق الصحيح ولا لا. لكننا يعني أنا بعد هذا العمر الطويل أقول يا ليتني سلكت الدروب هذه ودروب الشيوخ ودروب المساجد، لكننا سلكنا دروب الجامعات ودروب الكليات ودروب الطب، وتوقعنا أن هذا هو الطريق الصحيح، لكن والله أعلم، أنا بعد هذه السنين الطويلة
أقول يا ليتني يعود بي الزمان لأجلس في المسجد ولأتعلم على شيخ ولأكون مريدا لأحد الشيوخ ولأكون طالبا علم يعني يرجو رحمة الله. عندك دكتور فايز إذا لم يكن مثل هذا الطبيب طبيب جراح عظمية وأمثاله للباطنية وللقلبية من يكون؟ تفضل سيدي. الله يبارك بكم. كل واحد كما ذكرت في بداية كلامي سيدي على ثغر الطبيب المسلم الثقة العدل الذي تحتاجه الأمة، هذا سيدي لا يقل إن شاء الله أجره وثوابه عن إمام المسجد أو عن خطيب الجمعة. هذا لحماية الأبدان وهذا لحماية الأرواح وهذا لحماية المال، والتاجر المسلم الذي يؤيد بماله إن شاء الله هذا أيضا. يا سيدي أنت ذكرت، أنا لا أريد أن أقاطعك، أنت ذكرت مثالا الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله، الرجل الشاب الذي كان حاشا يعني مع احترامي للجميع الذي كان يرتب الدراجات على باب المسجد. نعم. قال له لا نعلم من المقبول، أنت قلت هذا. نعم سيدي هذا هو. أي ناحية؟ ناحية ثانية بس دقيقة واحدة إن شاء الله سيدي. لما نقول المسجد هو الأصل في المسجد المعد للمسجد يعني للصلاة والسجود والعبادة، هذا الأصل فيه. لكن العلماء قالوا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، قالوا كل مكان صالح للعبادة. البيت الحمصي عندكم سيدي إن شاء الله يعتبر من المساجد إن شاء الله، يدخلوا في هذا الباب إن شاء الله. كل مكان صالح لأن يجتمع فيه الناس وعلى الخير هذا يدخل في هذا إن شاء الله المسمى. قالوا كل مكان صالح، فالحمد لله طالما مكان يعني ليس فيه فسق وليس فيه فجور وهو العبادة هو للخير ولجمع الأمة على الخير، فإن شاء الله يأخذ حكم المسجد. بارك الله فيك. أنا لماذا ألححت عليك أن تصلي في البيت الحمصي في المكان الذي ألححت عليك فيه؟ لأن أحد الإخوة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي في ذاك المكان، وإن شاء الله جعل الله وإياكم من المقبولين. مشان أخونا الدكتور سيد حسين بارك الله فيه كان شيخنا الشهر الكريم يقول نريد أن يكون عندنا الطبيب الداعية، المهندس الداعية، التاجر الداعية. ما نريد أن يكون الداعية دائما فقط إنسان فقط متفرغ للدعوة فقط، لا مانع أن يكون تاجرا وداعية، أن يكون طبيبا وداعية، أن يكون مهندسا وداعية، أن يكون مدرسا وداعية. لذلك الحمد لله، والذي يمكن بعض من يومين ذكر كتب في بعض المواقع أنه الحمد لله الأوائل الذين تخرجوا السنة في مسابقة تحفيظ القرآن في جامع الإيمان عند شيخنا عمر الخصوصي، الأوائل منهم من كلية الطب، ثلاثة من الأوائل في مسابقة هم من كلية الطب من طلاب جامع الإيمان. الحمد لله انتشر الخير بهذه الكيفية، نعمة كبيرة هذه الحمد لله مع ما تعلمونه جميعا من وضع البلد، لكن الحمد لله الآن مع ذلك خير كبير الحمد لله.